إن الشعاب المرجانية المصرية دي قد تكون آخر حيود مرجانية في العالم. لم يصبح هناك فروقات ما بين الفصول، أصبح التصحر قائم. شجرة مثل الأرز هتأثر بشكل كتير سلبي. تغير المناخ سببه هو كل الأنشطة البشرية اللي بتعتمد على حرق بترول والفحم والغاز الطبيعي، ولينا نعيشه معناها درجات حرارة جهنمية، مواسم جفاف في كل المنطقة، أشجار كلها في خبر كان. وقت اللي فلاح الأرض قدامه من الجمش يخدمها، إنه لازم نحط حد على تغير المناخ. كل شيء بعد نحل رانا نحن من نجموش نعيشه. الطريقة الشمسية دي إيه؟ ما شفتهاش قبل كده. بالنسبة لنا النخلة هوية لابد أن نحافظ عليه. المفروض أنه الدول اللي لوثت هي اللي تخلص.